الادب الفلوس ما معلق يا الربع ما معلق اي والله اجيكم بمسك كل الحين بنفط والله سعود هاي دي بشوف من عند عاد منية دخل بس خليش يلعب منية كله دي دي خلينا شيل عاد منية شنو شيل عاد منية شنو شيل عاد منية حلو سارة إمارات الشواش أنا بعد سلطي كل الملاحي بس والله العظيم أقول لكم يعني الصراحة خوش إنسان يسوي قمة في الاحترام قمة في الاحترام والله حط رندة أجمل أي رندة أي رندة المغربية ها ما قلتك على خيس ها؟ خيس حياك الله لازم برق برجر يقول وين برجر؟ ما يصلح برجر غريب انت مع راشد العنزي ما علمته وش ها برجر يا عبد عفوي شنو برجر بالله عليك شنو برجر طلع عفوي شنو برجر برجر شنو عفوي عفوي مقدودادز مقدودادز علي بالملازيل لا مقدودادز فكك القفدير الربع ريجي على سحور فجدا شرفني اللي هو ملاحي لب عينه هو ورفيقه الشمري يا بعد عيني تحياتي راشد العنزي أنا الشيخ هاي شو من جبت لكم طيب من السلام عليكم كلت سمبوسه زميلي كلت سمبوسه ملاحي كلت سمبوسه ولا لا شو اخبارك سعود هلا بحياة لا راشد مو سعود هلا والله مرحبا شو اخبارك طيب شو اخبارك خلاص انت وقتك حبيبي شلونك سعود؟ نعم والله خلاص انت وقتك قايدين لك قعود قعود ما راح اكل لين يصلتك باسمي مليون اي لا انا بعد يا مهبوله مرحبا والله ما سهلة والله يا حق احنا جايبين لك طول عمر الشيء لكم ومجمل والله اللي مرحبا ملايين والله شهوتكم تكفي أيوة الله يرحم والديكم يا ربع جعل والديكم في الجنة وافين ومجملين يا انت عجيب اي ادمنية سم ثاني واحد اثنين رش عشت وانت جاي موازح بيني كذاب حاط انت ادميه ابن الذين لا شلهم حذف شيك عليهم منهم كذاب إيه؟ من حطيت ما حط حطيت شيك لا لا بس حطيت واحده زياده من رنده المغربيه اتخسي يا عيال بجيكم شويات على صوت الفجر